بحر غزة الذي كان ملاذاً حيوياً للصيادين خاصة وللغزيين بشكل عام سد تماماً في وجوههم منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع، حيث دمرت إسرائيل المراكب وأدوات الصيد. ورغم ذلك فإن بعض الصيادين يحاولون التعامل مع الواقع الحالي وإصلاح ما تيسر من أدوات كإصلاح شباك الصيد للخروج بما يجود به البحر. كصياد يعني أول قبل الحرب يعني كنا نخش مسافة كويسة يعني ونصيد، وفي يعني كان يعني الصيد مش هالصيد يعني ثلاث ثلاث كتير يعني الصيد. يواجه الصيادون الذين يعولون أسرهم مخاطر كثيرة في البحر تصل حد القتل بنيران البحرية الإسرائيلية، لكن الجوع يرغمهم على القيام بذلك. اليوم غرب الأولاد راح يجيبوا غزلاتهم اليوم. اجوا طرادات اربع طرادات حصروهم يعني من شام ومن قبله ومن شرقه وهم في النص، وطبوا اطلاق نار يعني قدام العبود على عبود الحسكه على عبود الحسكه يعني شويه وقتلهم يرمي قذائف بين 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 الحسكه. في ظل الحصار والحرب الإسرائيلية نجح صيادون في العودة بشيء من الطعام لعائلاتهم ولسكان القطاع الذين يواجهون نقصا كبيرا في الغذاء منذ نحو 6 أشهر. الصيد يعني مش هالكمية يعني الصيد يعني دي رمضان والواحد صايد وبخاطر في حاله عشان يجيب له كيلو سمك ولا 2 كيلو سمك اللي يقدر يتغدى فيهم او يبيعهم يجيب احتياجات البيت. فور عودة الصياد من البحر تلتف الأسرة حول شبكة الصيد لاستخراج الأسماك العالقة بها على الرغم من قلة الكمية ونوعية السمك. عثمان عمر، الحدث.